وجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية نداء للولايات المتحدة بالتخلي عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ، مهددة بأن تصبح الاتفاقيات المبرمة خلال اجتماع قمة عقده زعيما البلدين في سنغافورة قبل عام حبرا على ورق. وبحسب بيان الذي أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن السياسة الأمريكية المتغطرسة والفردية لن تنجح أبدا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تقدر السيادة. وجاء في التقرير أن بيانا مشتركا من 4 نقاط وقعه ترامب وكيم في 12 حزيران من العام الماضي تعهدا خلاله بالعمل نحو إقامة علاقة جديدة معرض للخطر لأن الولايات المتحدة تتجاهل تنفيذه، وكانت قمة هانوي التي جمعت زعيمي البلدين قد انهارت وسط مطالب الولايات المتحدة بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات عنها.